معنا الآن مشاهدينا من العاصمة التايوانية تايبي موفد العربية ليث بزاري. أهلا بك يا ليث معنا. ليث، صف لنا الأوضاع، ما هي آخر التطورات فيما يتعلق بهذه الأزمة التي على ما يبدو هي في تصاعد الآن؟ نعم راوية، يعني ما زال اختراق الأجواء التايوانية من قبل الجيش الصيني مستمر منذ اندلاع الأزمة. وعندما نتكلم عن اختراق خط ADIZ الحدود التايواني، اسمحي لي أوضح ما هو هذا الخط. فهو طبعا فهو الخط التحذيري المرسوم رقميا لتحذير من أي قوات أو أي دولة بأنها تقترب من أراضي السيادة التايوانية بشكل كبير. وهنا ينذر العدو عبر رسائل وأجهزة إلكترونية عسكرية متطورة بأنه دخل منطقة الحظر أو الخطر، بل وتقلع طائرات حربية تايوانية لإبعاد طائرات العدو. وإذا لم ينسحب ويعد أو يعيد خطواته، فإن وبلا شك الحرب ستندلع بين الغازي وتايوان. وهذا تماما ما يحدث كل يوم عدة مرات بين القوات التايوانية والطيران العسكري الصيني الذي يدخل هذه المنطقة أو ADIZ. التقيت يعني صباح اليوم بالتوقيت التايواني المحلي راوية، وبشكل حصري للعربية وانغ تينغ يو، الطيار الحربي السابق وهو عضو البرلمان البارز هنا في تايوان، الذي أخبرني وبشكل خاص للعربية بأن قوات عسكرية يابانية سوف تصل الأراضي التايوانية قبل نهاية هذا العام. وتحدث هذا الرجل، طبعا هذا العسكري إذا صح التعبير، أيضا عن وجود دعم عسكري وتدريب مكثف للجيش التايواني في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تدريب طيارين عسكريين تايوانيين في أريزونا الأمريكية. وحرص على ذكر أنه لا توجد قاعدة عسكرية أمريكية في تايوان عفوا لحد هذه اللحظة. يعني على كل حال سيبث أبرز ما صرح هذا البرلمان العسكري التايواني وانغ تينغ يو على العربية قريبا وفي شكل حصري. نعم. إذا حكينا منذ اندلاع الأزمة راوية مع الجار الصين، بدأ التايوانيون بالتدريب على الدفاع عن أنفسهم في مراكز خاصة غير حكومية منتشرة في تايبي العاصمة التايوانية. هنا يقوم العديد منهم وهم طبعا جنود سابقين والبعض منهم قوات خاصة تايوانية بتنظيم دورات تدريب في حال هجوم صيني على تايوان، تضمن التدريبات الإسعاف الأولي، نقل الجرحى، الإنقاذ والاختباء في ملاجئ في حال قصف جوي، بالإضافة إلى حصص نفسية للمواطن التايواني حتى لا يكون هناك رعب في صدور هؤلاء التايوانيين. نعم. تفضلي راوية. نعم، شكرا جزيلا لك من العاصمة التايوانية تايبي موفد العربية ليث بزاري.